من يتجول في شوارع الكويت يلاحظ حجم الإهمال الذي تعاني منه، وما يخلفه هذا الإهمال في الصيانة من حفر وتطاير للحصى، إضافة إلى حدوث ارتفاعات وانخفاضات تتسبب بأضرار للمركبات وتشكل خطورة على حياة السائقين، ناهيك عن الكلفة الباهظة التي يتكبدها صاحب المركبة في إصلاح الأعطال الناتجة عن تهالك الشوارع. أقول شوفوا لنا حل مع الحفر هذه. والله يا أخي شوف، أنا عندي سيارة كامري، كل ما جيني تكسر والشارع مكسر. يعني الدولة عندها إمكانية تنفض الشارع هذا كله. دار السابع شوفها يا أخوي، دار السابع رايح فيها، والله العظيم تقول شارع جواخير كبد، حجر وحفرات حفر بالشارع، بس نبي الاهتمام. والمطبات إذا في مطبات تحطون فيها يعني قبل تنبيه، بس لأن صراحة قاعد نتضرر منها بشكل كبير. قصور بالجام، يعني كل سنة أبدل جام مرة ومرتين. يسوون شوارع جديدة لأن السيارات كلها ما ينفع على الجيوب الكويت الحين خلاص. هذه الرسالة لوزارة الأشغال، إنه يعني يصلحون الشوارع، يعني الشوارع تعبانة بالكويت. والله شو أقول لك الصراحة، السيارة ما نقدر نطلع منها إلا متكسرة من كل صوب، يعني ما أسوي هيئة إلا طايحة هيئة ثاني يوم. الشوارع كلها مكسرة، يعني أنت شفت عينك. أنا الحين جاي أطلب من المطعم الحفرة قدامي، يلا عشان أوصل المطعم. والله أول شيء الحفريات هذول اللي هني، الشارع محفر من كثر الماء يمكن، والمطبات بعد لك عليها. تطاير الحصى من تحت إطارات المركبات يضر بالزجاج الأمامي للمركبات الأخرى، وهذا أمر يعرض السائقين لتسجيل مخالفات مرورية بحقهم من دون ذنب لهم. كسر ما كسر، تاير رينج كذا مرة صارت وياي، يعني مكسر حيل، شوارع مكسرة كلها كذا مرة. أنا عندي سيارة ثانية انكسرت جام وليت قبل على خط السالمي، مكسر من الصخر صغار، إذا ما صلحت الجام بيخلفوني، يعني على قولتهم دافع الله لا يعقب شر. الجام وغير الجام بعد، يعني في تكسير على الهيئة، في يعني شغل عالتواير، عرفت؟ يعني حتى شو أقولك، يعني حتى وأنا أمشي على الشارع، يعني الشارع قدامي مكسر، صخرتي من الرجال اللي وراي تكسر جامتي، يعني شنو ذنبي؟ الرجال شنو ذنبي إذا هو يمشي يطلع من ورا صخرة؟ يعني وقف أقول أصلح سيارتي، يقول أنت صلح الشارع أول شيء بعدين أنا أمشي لك، صح؟ والحجر بعد اللي مسكت خط مثل السادس، هذا كله صخر يطير على الجام اللي قدام تكسره. وأقل شيء يجيك حتى مرور ولا شيء خالفك وهو يدري إن الشارع مكسر وكل شيء فيه، بس يسكتون وما يقولون شيء. وبهذا الصدد فإن وزارة الأشغال تجتهد في استدراك تداعيات القضية من خلال الإعلان عن وضع خطة متكاملة لمعالجة تطاير الحصى، وحديث بين أروقة الوزارة عن الاستعانة بمختبرات معهد الأبحاث لعمل خلطات أسفلتية قد تساعد في علاج المشكلة. خالد الفارس، الرأي.